الآن يقرأ الطالب حسبي حفظه الله. تفضل يا حسبي. بدل كآمن وإيمانا خزا ولازم إن السكون
وصل وقفا بعد مد طويلا. أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معا، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا، والمد وسطه فحرفي بدا. كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول سور، وجوده وفي ثمان حصر. يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور، في لفظ حي طاهر قد انحصر. ويجمع الفواتح الأربع عشر، شلف سحير من قطع كذا اشتهر. خاتمة التحفة. فتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبيته ند بدا لذنها، تاريخه بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. بارك الله فيك يا حسبي.